أمامية فرصة لجمعية رايد السلوي خطيرة محاولة جات على غفلة تلعبات بشكل سريع تلعبات بشكل سريع وبالتالي هدف هدف لصالح فريق الجمعية الرياضية السلوية. وأكيد أننا لو تابعنا الإعادة منذ الانطلاقة نتابعوا اللقطة الماضية جات الكرة بشكل سريع بشكل سريع رفيق الماموني رفيق الماموني وضع الكرة في الشباك يعني بسرعة. شاهدونا يوسف القنوي كيرفع كرة أمامية في غياب تسلل مسيرة التسلل ما تطبقاتش بالشكل الجيد وبالتالي خروج الحارس نادر المياغري. قناوي على مستوى التمرير قناوي على مستوى التمرير كان ممتاز ورفيق الماموني في الاستلام كان بشكل جيد استثمار ممتاز مراوغة الحارس وهدف أول هدف أول الدوري الوطني المغربي بطريقة اللاعبين الكبار بأسلوب 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 احترافي ممتاز. قالوا من سيصوب؟ قلت انه نبيل الوجي المفروض انه نبيل الوجي تعطاله الفرصة في التصويب وبالاكيد وبكل تأكيد وتسجل هدف وشوف اي طريقة باي اسلوب بالرجل اليسرى الذهبية المتألقة للاعب ممتاز ومميز في الدوري الوطني المغربي. هذه ضربة معلمين كما يقال هذه صنعها نبيل الولجي بأحسن طريقة وبأحسن أسلوب. نبيل الولجي يعيد الوداد نبيل الولجي يعيد الوداد ويصنع فرحة كبيرة لاعب المختص في الضربات الثابتة عيني على نهضة بركان.